أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نعمه علينا لا تحصى وأياديه عندنا لا تجازى، والحمد لله الذي في القيامة ملكه وفي الجبال خزائنه وفي القبور عبرته وفي البحار عجائبه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أئمة الهدى ومصابيح الدجى نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من وصية لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. يا أبا ذر، إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة، فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به. صدق نبينا صلوات الله عليه وآله. في هذه الوصية العظيمة لنبينا صلى الله عليه وآله التي أوصى بها أبا ذر الغفاري، وهي وصية لي ولك، يقول: يا أبا ذر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، يعني اجعل الموت نصب عينيك، فإن الموت يأتي بغتة ولا يعطيك فرصة لتبلغ أملك، خصوصا وقد أشرنا فيما مضى من الدروس إلى كلامه صلوات الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. فهنا على نحو اللف والنشر، إذن إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. يشير نبينا صلى الله عليه وآله إلى مشكلة يقع فيها أكثر الناس، وهي مسألة الانخداع بالأمل. وعادة الإنسان أمله بعيد، هو يحدث نفسه ماذا سيصنع بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. هنا نبينا صلى الله عليه وآله يقول: حتى ما بين الصباح والمساء، إذا كنت في الصباح لا تحدث نفسك بالمساء، إذا كنت في المساء لا تحدث نفسك بالصباح، إذا أويت إلى فراشك ودع الدنيا، ربما يكون نومك عليك سرمدا فلا تصبح، وإذا أصبحت فاحمد الله تعالى أن وهبك عمرا جديدا، فانظر ماذا أنت صانع. وهناك قصة مقتضبة في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله تهز الإنسان المؤمن من الأعماق. خلاصة هذه القصة أنه جيء إلى نبينا صلى الله عليه وآله بثلاثة أرغفة
يا رسول الله هذه ثلاثة أقراص، ثلاثة أرغفة للفقراء للمحتاجين، نحن لا نعرف مستحقين، أنت أعرف بالمحتاجين والمستحقين منا، خذ هذه الأرغفة واعطها الفقراء، اعطها المحتاجين. القصة تقول النبي صلى الله عليه وآله وزع رغيفين، يعني أرسل الرغيفين إلى المستحقين لهما، وبقي رغيف واحد لم يجد له مستحقا، فبات تلك الليلة يتقلب، هو أساسا لا يذوق من النوم إلا بمثل الغرار والمضمضة، يعني كان يقوم الليل كله بالعبادة، في بعض الليال إذا ما أراد أن ينام نوما قليلا بمثل الغرار بمثل المضمضة، حتى هذا النوم القليل لم يتذوق طعمه في تلك الليلة، كان يتقلب على فراشه، فسألته إحدى زوجاته التي كان عندها: يا رسول الله ما أصابك هذه الليلة؟ أراك تتقلب يمنة ويسرى، لا يقر لك قرار. فقال: نعم، أخشى أن يأتيني الداعي وهذا الرغيف لم يصل إلى أهله إلى مستحقيه. سيد الخلق الذي بيده أزمة الكون بإذن الله، بإذن الله له الولاية المطلقة، الله تعالى جعله الولاية، قد بلغ سدرة المنتهى، وصل مكانا لم يصله جبرائيل، وصل إلى مكان يطلق عليه القرآن فكان قاب قوسين أو أدنى، مع ذلك يقول: أخشى أن يأتيني الداعي وهذا الرغيف لم يصل إلى أهله، فإذا ماذا عني وعنك؟ ماذا عن حالنا؟ سليمان النبي الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كما يقول القرآن، هذا النبي العظيم جاءه الموت وهو واقف متكئ على عصاه، لم يمهله ملك الموت أن يجلس، يقول ربنا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك. في وصية سابقة أشار نبينا صلى الله عليه وآله، بل صرح: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، الشباب قبل الهرم، الصحة قبل السقم، الفراغ قبل الشغل، الحياة قبل الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: والغنى قبل الفقر. هنا يركز على أمرين من تلك الأمور الخمسة، يقول: وخذ من صحتك قبل سقمك، لأن الصحة غالبا ما تتبدل إلى سقم، وأيضا ماذا بعد الحياة؟ مهما طالت إلا الموت، فإنك لا تدري ما اسمك غدا، الإنسان غدا ماذا يكون اسمه؟ هل يكون من الصالحين أم من غير الصالحين؟ نحن نقرأ في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن تغير اسمي أو تبدل جسمي أو تزيل نعمتك عني. الإنسان في القيامة ماذا يكون اسمه؟ هل يكون شقيا أو يكون سعيدا؟ قد يكون في الدنيا سعيدا بنظر الناس،
لما أوتي من نعيم الدنيا، ولكن في القيامة يتبدل اسمه أيها الشقي. وقد يكون الإنسان في دنياه بظاهر حياته من الضعفاء من المنبوذين، ولكنه في القيامة يكون وليا من أولياء الله، يكون من السعداء. إذن فإنك لا تدري ما اسمك غدا يا أبا ذر، إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة. إياك أسلوب تحذير، وأسلوب التحذير عادة يستخدم للتحذير من الأمر الخطير، كما يقول القائل إياك وقطيعة الرحم، إياك وظلم الضعيف، إياك وأن تعق أبويك، إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة. الصرعة ماذا تعني والعثرة ماذا تعني؟ العثرة تعني السقط المفاجئ، يتعثر. والإنسان في حياته المادية قد يتعثر، وهذا أمر طبيعي، ولكن المراد هنا العثرة المعنوية وليست العثرة المادية. العثرة المادية تقال، ولكن العثرة المعنوية قد لا تقال. يمكن أن تقال بالتوبة إذا بادرها الإنسان، ولكن قد يفاجئه الموت، وحينئذ هذه العثرة لا تقال. والصرعة تعني السقطة القاتلة التي لا قيام لها، وحينما يقع الإنسان في تلك الصرعة لا يستطيع القيام. يقول نبينا صلى الله عليه وآله يا أبا ذر إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة، يعني احذر أن يأتيك الموت المفاجئ وأنت متلبس بالمعصية، أنت متلبس بالمعصية، كيف يوجه له إياك أن يدركك الموت وأنت متلبس بالمعصية؟ الموت ليس بيد الإنسان. إذن معنى هذا الكلام أنه كن على طول الخط في حال طاعة، كن في كل أيامك مستعدا للقاء الله. وهذا نظير قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت ليس بيد الإنسان، كيف يوجه له لا تموتن؟ ها؟ هذا يعني كونوا دائما في حال طاعة، فإذا ما جاءكم الموت أو فاجأكم فأنتم تكونون في حال التسليم والطاعة المطلقة لله تعالى. إذن إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة، فلا تقال العثرة. لماذا لا تقال العثرة؟ هذه الخطيئة لماذا لا تقال مع أن الله هو غفار للذنوب؟ الجواب لأن هذه العثرة لم تتبع بتوبة صادقة، فالموت قد حال بينها وبين التوبة. ومقتضى قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن يجعل الله اعتبارا حتى لمثقال ذرة فيحاسب الإنسان عليه. فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة، يعني أنت تقول رب ارجعون، ولكن هل تمكن من هذه الرجعة؟ لا، ولا تمكن من الرجعة. نعم كلا، وكلا كلمة زجر ورفض للطلب، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولا تمكن من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت بما تركت. حينما يترك الإنسان أمواله التي أغمض في مطالبها، هل الورثة يحمدونه؟ كلا، إنهم يرون أن هذا المال مالهم ورثوه، وبالتالي لا يحمدون مورثهم، ولا يحمدك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به.
حينما تأتي إلى الله هل تكون معذورا عند الله لأنك فرطت في الواجبات وفي منع الحقوق، لأنك اشتغلت بأمور أخرى شغلتك عن أداء الواجبات وعن أداء الفرائض؟ لا تكون معذورا، فالفرائض الفرائض أدوها تؤدكم إلى الجنة. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم جميعا إلى جادة الحق، وأن يجعلنا وإياكم على نهج محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh, 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 oh